على بركة الله مشاهدينا متابعينا الكرام، ينطلق الشوط الثاني لهذا المساء للخيل المهجنة الأصيلة تكافؤ الدرجة الرابعة ولمسافة 1200 متر على المضمار الرملي بمشاركة 13 راس. كل التوفيق للجميع بالشعار الأخضر إلى المقدمة من خلال رقم 2 ميلينغتون وملك السيدة بن محمد المالكي والمدرب إبراهيم المالكي والخيال سليم غلام، محاولة من الجهة الخارجية الآن مع اللون الأزرق من خلال رقم 9 سكسيد أند إكسيل ملك المهندس ضافي راشد الأرضي المري والمدرب مدرب محمد حسين والخيال عدنان حوا، ايضا في محاوله للتقدم والاندفاع من خلال اوربان دريمر والمعتصم البلوشي. الان التوجه نحو المنعطف الاخير في الشوط الثاني، هنا محاولة أكثر من راس في آخر 400 متر والخط المستقيم، لازلنا مع شعار الأزرق سكسيد أند إكسيل في المقدمة وميلينغتون في ثاني المراكز، أوربان دريمر في المركز الثالث، محاولة أيضا من الجهة الخارجية من خلال يونز بارك وتوماس لوكاسك، هنا متابعة قوية من الجياد ليونز بارك في المقدمة توماس لوكاسك والمحاولة تأتي من البقية ولكن رقم 5 في الصدارة، محاولة أيضا من البقية وأيضا من نيرايز ولكن ليونز بارك إلى الصدارة إلى المركز الأول في الشوط الثاني. إذن ليونز بارك المركز الأول والصدارة، ملك السادة مربط العز والمدرب محمد حسين والخيال توماس لوكاسك. إذن هنا النتيجة النهائية والرسمية في الصدارة، رقم 5 ليونز بارك ملك السادة مربط العز والمدرب محمد حسين والخيال توماس لوكاسك. ثاني المراكز لرقم 3 نيرا آيز ملك السيد عبد اللطيف حسين زين للعمادي والمدرب إبراهيم المالكي والخيال إدواردو بتروزا. المركز الثالث لرقم 10 أوربان دريمر ملك السيد شاهين بن خالد شاهين غانم الغانم والمدرب جاسم محمد الغزالي والخيال المعتصم البلوشي. رابع المراكز لرقم 13 كودينج ملك السيد شعيل بن خليفة بن جاسم الكواري المدرب محمد جاسم الغزالي والخيال يون بابتيس هامل. المركز الخامس مع رقم 4 في هذا الشوط بايب بوم ملك السيد عبد العزيز جاسم عبد الله البعنين والمدرب زهير محسن والخيال ستيفان لاجاج. مبروك للفائزين في الشوط الثاني بانتظار بقية الأشواط وتحديدا مع الشوط الثالث بإذن الله، فابقوا معنا.